بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة وسأجيب عن بعضها بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأعتذر للإخوة الذين لن أتمكن من الإجابة على أسئلتهم. هذا السائل يسأل بقوله: ذهب البعض إلى أن العمل بما روى الراوي لا بما رأى، فيسأل: ما هو التحقيق عندكم في هذه المسألة؟ وهل إذا جاءت الرواية من طريق واحدة فقط وذلك الراوي هو المخالف لها قولا وعملا، هل يمكن أن نعمل بهذه الرواية؟ على كل حال، مما ينبغي للإنسان أن يبحث عن الصحيح والسقيم عن الصحيح والضعيف، وسواء كان ذلك مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأهم، وكذلك أيضا ما روي عن صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأن بعض الروايات التي رويت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هي في الواقع مما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست مما يمكن أن يقال بالرأي. وبعض تلك الروايات وإن كانوا لم يسمعوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إنه يؤخذ برأي الصحابي، ونحن وإن كنا لا نرى ذلك، ولكن لا شك أن هنالك فائدة عظيمة في معرفة الصحيح والسقيم مما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة النبوية فمن المعلوم بأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وليس معنى أنها المصدر الثاني أنه أولا يؤخذ بالكتاب، فإن لم نجد شيئا في الكتاب نأخذ بالسنة كما ظنه بعض الجهلة. ليس الأمر كذلك، بل علينا أن نبحث عما في الكتاب وعما جاء في السنة النبوية، لأن كثيرا من الأحاديث التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مخصصة لعموم ما جاء في الكتاب العزيز، فهل يمكن لأحد أن يأخذ بالدليل العام الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى زعما منه بأنه يقدم الكتاب على السنة؟ ليس الأمر كذلك، وهكذا تكون السنة مقيدة لبعض ما جاء في الكتاب العزيز. فإذا عندما يقولون إن السنة هي المصدر الثاني، معنى ذلك أنها في المرتبة الثانية، وليس معنى ذلك بأنها تؤخر حتى يبحث عما جاء في الكتاب، فإن لم يجد الإنسان دليلا أبدا في الكتاب يأتي إلى السنة الصحيحة ويعمل بذلك. وهكذا بالنسبة إلى القياس، فإن بعض أنواع القياس، وأعني بذلك القياس الصحيح، يكون مخصصا لعموم كتاب الله تبارك وتعالى أو عموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعرف المراد بالترتيب عندما نقول المصدر الأول هو الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع القياس، وهكذا. إذا روى الراوي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه بعد ذلك عمل بخلاف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يذكر أنه ترك العمل بالسنة لأنه وجد دليلا يدل على خلاف ذلك، بأن جاء هنالك حديث آخر رواه بعض الصحابة
وجاء متأخرا عن ذلك الحديث الذي رواه هو، أو أنه خصص تلك الرواية أو قيدها أو ما شابه ذلك. فهنا يؤخذ بذلك الدليل أو يؤخذ بعمل الصحابي، لأنه في الحقيقة عمل بذلك الدليل الذي ذكره ذلك الصحابي. هذا إذا كان ذلك الدليل صالحا للأخذ به. أما من حيث الرواية فلا شك بأنه صالح، ذلك لأنه رواه عن صحابي آخر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ثبوته. وأما من حيث الاستدلال فيمكن أن يكون صحيحا وهو الغالب، ويمكن أن يكون بخلاف ذلك، ممكن أن يخصص به العموم وهو لا يصلح لذلك أو ما شابه ذلك من الأمور. والقسم الثاني أن يروي الصحابي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بخلاف ذلك، ولا يذكر مستندا لعمله ذلك. فهنا ينبغي لنا أن نبحث عن مستند لعمل ذلك الصحابي، لأن الأصل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعملوا إلا أو ألا يتركوا الرواية التي رووها إلا لدليل آخر يصلح لتخصيص أو تقييد أو نسخ تلك الرواية التي رووها. فهاهنا لابد من البحث والتمحيص عن تلك الرواية، عن رواية أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الأصل في حق الإنسان العالم إذا أراد أن يعمل بشيء أو أراد أن يفتي في مسألة أو أراد أن يحكم في قضية أن يبحث عن الدليل حتى يترجح لديه الراجح من الأقوال، إن كان في المسألة أقوال، أو أن يجد دليلا يدل على حكم تلك المسألة إن لم يكن هنالك شيء من الأقوال. لكن هنالك فرق في حالة البحث، بينما إذا خالف الصحابي الرواية أو لم يخالف. ونحن نعلم بأن الناس قد اختلفوا، منهم من ذهب إلى الأخذ برواية الراوي، ومنهم من ذهب إلى الأخذ برأي. ونحن نذهب إلى ما ذكرته الآن من أنه لابد من شدة البحث في مثل هذه القضية، لأن الأصل ألا تغيب مثل هذه القضية عن الصحابي ما قصر المدة. لكن إن بحثنا ولم نجد شيئا أبدا يخالف تلك الرواية التي رواها الراوي، فهاهنا نقدم الرواية على رأي ذلك الراوي، مع احتمالنا له بأنه لم يترك تلك الرواية إلا لشيء وجده فلا يقدح فيه، ولكن لا يؤخذ برأيه. هذا هو أصح القولين في هذه المسألة، لأن بعض المحدثين من المحققين ذهب إلى تقديم رأي الراوي لجزمه بأن ذلك الراوي لم يترك ذلك إلا لعلة. ولكن كما قلت نحن نجمع بأن نشدد البحث في هذه القضية، فنفرق بين قضية ليس فيها مخالفة وقضية فيها مخالفة. أفتح الباب إذا كان أحد يريد أن يناقش في هذه القضية، لا مانع من ذلك. نعم. المخالفة في الراوي قد في جميع الطبقات أم فقط صحابي؟ هو إذا كانت المخالفة من الصحابي فها هنا نشدد البحث. أما إذا كانت المخالفة من تابعي أو من تابع تابعي أو من عالم
متأخر فالأمر أسهل، لكن أيضا لابد من شدة البحث، لابد من التشديد في هذه القضية في مسألة البحث عن الدليل، لأن العالم الثقل أصل ألا يخالف إلا لدليل يدل على أن ذلك الحكم بخلاف ما رواه. لكن يمكن أن يكون ذلك العالم قد نسي تلك الرواية، روى تلك الرواية ونسيها، وهذا موجود حتى في حق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا ضربت في بعض المواضع بعض الأمثلة على ذلك، كقول ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، نسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رجب. وبعضهم حمل ما جاء من الاختلاف في الرواية عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية صلاة الضحى، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى أو أنه لم يصليها أو أنه كان يصليها إذا رجع من سفر. حمل الاختلاف على نسيان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لبعض الروايات، ويوجد ذلك في بعض الروايات التي جاءت بألفاظ مختلفة لا يمكن أن يجمع فيما بينها، لعل بعض أولئك الصحابة وقع لهم النسيان لبعض روايات لبعض ما رووه، فرووه أولا بلفظ كذا ورووه بعد ذلك بلفظ كذا. وبعضهم أيضا حمل ما جاء عن ابن عمر في قضية تقديم الحج على رمضان في حديث بني الإسلام على خمس، وفي الرواية الأخرى هو رواه بخلاف ذلك، حمل إحدى الروايتين على النسيان فيما أحسب. فالاحتمال موجود. بالنسبة إلى العلماء الآخرين يمكن أن يكون روى الرواية أولا، وهذا أيضا أولا قال بالرأي ثم روى بعد ذلك الرواية، وهذا يمكن أيضا حتى في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أولا قال بالرأي ثم بعد ذلك وجد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقل رأيه وروايته ولم يتبين المتقدم من المتأخر، ويمكن أن يجد دليلا يظن أنه يصلح للتخصيص وما هو بصالح للتخصيص لضعفه أو لاحتمال آخر وهكذا. فالحاصل يقدم خلاصة ما ذكرناه، تقدم رواية الراوي على رأيه، لكن لابد من البحث والتمحيص والتنقير عن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لرواية ذلك الراوي الذي خالف روايته. هل يريد أحد أن يناقش في هذه القضية أو أن يبحث؟ نعم شيخ، إذا بعد البحث والتقصي والتمحيص الآن تعلل الرواية لو علة تعلل في المتن أم في السند، أي يمكن أيضا في السند؟ نحن لا نعلل الرواية إذا لم نجد دليلا يدل على ذلك، نقول ذلك الراوي ثقة ولكنه يمكن أن يكون خالف روايته لشيء من الأسباب، من عدم الوقوف عليها أو من نسيانه لها أو من وقوفه على رواية تدل على نسخها أو تخصيصها أو تقليدها وهي ليست تصلح لذلك. تخصيص الراوي لروايته من هذا الراوي المخصص؟ نعم الخلاف موجود، هل إذا روى الصحابي دليلا عاما وعمل بخلاف ذلك بأن عمل ببعض الأفراد رآه يخصص ذلك، فلا بد من البحث، والبحث أريد به التقصي أشد من حالة عدم وجود المخالفة، لأن الأصل ألا يخالف الراوي روايته إلا لشيء يدل على أن تلك الرواية لا تؤخذ على عمومها،
ولا أقول لشيء يقدح فيها إذا كان الراوي صحابيا، أما إذا كان الراوي غير صحابي فيمكن أن يكون ذلك لشيء يقدح في تلك الرواية، رأى بأن تلك الرواية يقدح فيها بشيء. لكن الصحيح بأنه يؤخذ بعموم الرواية ولا يؤخذ باللفظ المخصص ولا المقيد بعد البحث والتمحيص. كلها على الزكاة عاد هذه. يقول إذا خالف الراوي العمل بما رواه فهل ذلك يعني الطعن في روايته؟ بعد ذلك يقول فما القول الذي ينسب إليه في حكم تلك أو في تلك المسألة؟ على كل حال نحن ذكرنا الصحيح في هذه المسألة وقلنا بأن الرواية هي التي تقدم، لكن بالشرط الذي وكدناه بالذي ذكرناه، لأنه ليس بالسهل الهين البسيط أن نقول هذا الصحابي ترك الرواية. ما كان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يتركون ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا ما رواه غيرهم من صحابة آخرين. وهكذا بالنسبة إلى العلماء العاملين الذين جاءوا بعدهم، ليس من السهل أن يتركوا الرواية، لكن يمكن للبشر أن يقع له النسيان والذهول والغفلة عما رواه، ويمكن أن يجد دليلا يظن أنه ناسخ وليس بناسخ، ويمكن أن يظن بأنه مخصص ولا يصلح للتخصيص، أو مقيد ولا يصلح للتقييد، أو ما شابه ذلك. لكن يأتي طالب صغير مثلا ويجد رواية ويجد الإمام الفلاني عمل بذلك، ويقول أخذ بالرواية ولا أخذ بعمل العامل الذي أو بعمل الراوي الذي خالفها، هذا على كل حال مردود، عليه أن يسأل أهل العلم، لأن أهل العلم وإن قالوا ما قالوه لكن ذلك بعد التبحيص والبحث في هذه القضية. نحن نجد مثلا الإمام أبو عبيدة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، وهو من الأئمة المحد الذين جمعوا بين الحديث والفقه، جمعوا بين الرواية والدراية في قضية ذوات الناب من السباع والمخلب من الطير، رواها هو نفسه والراوي عنه الربيع بن حبيب، ورواها هو عني أبو عبيدة عن جابر بن زيد، وجابر بن زيد رواها عن أبي هريرة. فلا قدح لا من بعد أبي عبيدة يعني في الراوي عن أبي عبيدة، ولا قادح في الرواة الذين روى عنهم أبو عبيدة، لا كلام في ذلك أبدا، لا كلام لا في الرواة الذين رووا عنه، لا في من روى عنه ولا في من رواه عنهم. لكن نجد له في الأثر بأن أبا عبيدة لا يقول بالتحريم بل يقول بالإباحة، والحديث نص صريح واضح لا يحتمل الجدل يدل على التحريم. فهنا أبو عبيدة مع جلالة قدره وفخامة شانه وعلو منزلته بشر، قد ينسى وقد يسهو، ويمكن أيضا أن يكون قال ذلك الراي قبل أن يجد تلك الرواية، قبل أن يسمع تلك الرواية من شيخه، ثم بعد ذلك روى الرواية، ومذهبه في الحقيقة هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده. لكن الذين رووا عنه الراي المخالف للرواية لم يبينوا بأن هذه الرواية قال بها أبو عبيدة رضي الله عنه قبل أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير كثير، عند تخفى بعض الروايات على بعض الرواة، وينسى بعض الروايات عن بعض الرواة، حتى تجدون بعض الرواة يحدث عمن حدثه هو أولا بتلك الرواية، وما ذلك إلا للنسيان. ونحن وين كنا نقيس، لا نقيس أنفسنا على أولئك الفطاحل، لكن قد نقول بشيء ثم تأتي
يأتي وقت طويل وننسى ذلك الشيء الذي قلناه ونقول بخلاف ذلك، فهذا واقع ما له من دافع. فالحاصل لا يقدح في الراوي ولا تعل هذه الرواية، لكن احتمال العلة أو احتمال التعليل أو احتمال التخصيص والنسخ والتقييد ها هنا احتمال قوي قوي جدا جدا جدا، فلا بد من شدة البحث والتمحيص مخافة الوقوع في المحظور. هل من فارق بين التعبيرين عن حكاية الحديث قال ولفظة رويا، وماذا يترتب على ذلك؟ قال مثلا يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال جابر بن زيد قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجزم الإنسان بوجود هذا القول. أما رؤيا فهي محتملة، محتملة للشك ومحتملة للتمريض. رؤيا عن ابن عباس أنه قال، يمكن أن يكون قد قال بذلك ويمكن أن يكون قد قال بذلك، فيؤتى برؤيا في حالة التمريض، في حالة تمريض وتضعيف الرواية، وقد يؤتى بذلك أيضا في حالة عدم معرفة ثبوت تلك الرواية من عدم ثبوتها. ولكن نحن الآن في زماننا هذا أكثر الناس عامة لا يفرقون بين الجزم وبين التمريض، بأن يجزم الراوي سواء كان ذلك في درس أو في خطبة أو في محاضرة أو ما شابه ذلك، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لا يفرق أكثر السامعين بأنه عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنه جزم بثبوت هذه الرواية، وعندما قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجزم بثبوت هذه الرواية. فعلى السامع إما أن يسأل عن ذلك أو أن يبحث هو نفسه عن ثبوت ذلك أو ثبوت ذلك الحديث وعدم ثبوته. وما دام الأمر كذلك فإنه لا ينبغي لأحد أن يورد رواية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو يشك في أمرها هل هي ثابتة عنه أو أنها لم تثبت عنه، بل عليه أن يأتي بما يعرف بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت أن لكم نظرا في شرطي البخاري ومسلم. على كل حال نحن نجد بعض العلماء من المتقدمين ومن المعاصرين مثلا يقولون عن حديث رووه أو حديث أرادوا تخريجه هذا صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو ما شبه ذلك من العبارات، وهذه المسألة لم تحرر، لم يأتي دليل ينص على أن هذا هو شرط البخاري وعلى أن هذا هو شرط مسلم. لم يذكر البخاري شرطه ولم يذكر مسلم شرطه، وإنما هي ظنون وتوهمات، ظنون واحتمالات يذكرها بعض أهل العلم. فمثلا تجد رواية يروي الراوي مثلا عن سماك عن عكرمة، هذه الترجمة أو هذه الرواية ضعيفة معروفة عند العلماء، رواية سماك عن عكرمة ضعيفة، لكن يقول لك بعض الناس
عنها عن حديث روي بهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين. لماذا؟ لأن مسلما روى عن سماك، ولأن البخاري روى عن عكرمة. طيب مسلم لم يروي عن عكرمة، فكيف تقول بأنه على شرطه؟ والبخاري لم يروي عن سماك، فكيف تقول هو على شرطه؟ ثم على تقديري في بعض الروايات الذين روى الشيخان لكل واحد من الراويين، هل روى عنه بذلك الإسناد نفسه أو روى عنه بغير ذلك الإسناد؟ لو قدرنا أن البخاري روى عن سماك عن عكرمة، لو قدرنا ذلك، مثلا وجدنا رواية، لو وجدنا هذا وكل هذا تقدير، عن سماك عن جابر، يقول قائل البخاري روى عن سماك عن جابر، يقول البخاري روى عن جابر وروى عن سماك فهو على شرطه، ليس كذلك، لأن البخاري مثلا، والبخاري كما قلت لم يروي عن سماك، وإنما هذا تقدير، لم يروي بهذه الترجمة أو بهذه السلسلة عن سماك عن جابر، عندما روى عن سماك عن فلان فهذا لا يمكن. فمثلا مسلم روى عن سماك، وهذا أوضح ذاك سابق تقدير، وروى عن جابر، يقول قائل سماك عن جابر ثم يقول بعد ذلك على شرط مسلم، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأن مسلما لم يروي بهذه السلسلة وإنما روى بسلسلة أخرى. فإذا لابد أن يكون البخاري وأن يكون مسلم روى بتلك السلسلة نفسها من أولها إلى نهايتها حتى يمكن أن يقال هذا على شرطه. ومع ذلك ففي ذلك نظر، ذلك أن البخاري في بعض الأحيان أو وكذا بالنسبة إلى مسلم يروي عن بعض الرواه الذين فيهم شيء من الضعف، ولكنه يروي عنهم من كتبهم، فيأتي الراوي يكون أخرج ذلك الراوي للبخاري أصوله، فيأتي ذلك الراوي ويحدث غير البخاري ولكن ليس من كتابه، فهل يقال هذا على شرط البخاري؟ ليس ذلك على شرط البخاري، لأن البخاري اختار، لأن البخاري روى عنه من كتابه، انتقى من أصوله التي رواها وروى عنه بذلك. فإذا هذه المسألة لا ينبغي التسرع فيها والقول إن هذا الحديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ثم إنهم يقولون أو يقول كثير منهم يقدم ما رواه الشيخان ثم البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم، هذا ليس بشيء، وأنا ذكرت كلاما في ذلك بإمكانكم أن ترجعوا إليه في السيف الحاد، هذا ليس بشيء. عندما يقال صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، هذا من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، أي ليس من حيث كل حديث حديث، بحيث إنه إذا تعارض حديثان أحدهما في البخاري وأحدهما في مسلم نقدم ما رواه البخاري مطلقا. يأتي واحد يقول تعارض حديثان، روى هذا البخاري وروى هذا مسلم، ماذا نقدم؟ نقدم ما رواه البخاري ثم مسلم. هل هذه القاعدة هكذا؟ ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، هذا من حيث العموم. صحيح البخاري من حيث العموم أصح من صحيح مسلم، ولكن إذا جينا إلى كل حديث حديث فلسنا نقدم كل حديث رواه البخاري على كل حديث رواه مسلم إذا وقع التعارض. وهكذا بالنسبة إلى المتفق عليه، وهكذا
على ما كان على شرطهما أو شرط أحدهما، إذا قلنا بأن لهما شرطا يمكن أن يطبق في هذا الزمان. هل يريد أحد أن يناقش أو أن يبحث في هذه المسألة؟ نعم. نعم. الشرط الذي يذكر يعني هو شرط أم شروط؟ يقولون البعض من كل شروط هذه شروط أو حد من كل شرط. لا هو شروط وشرط، ما أراد بتلك الشروط أراد بالشرط عدة شروط مثلا، أو يمكن إقامة شرط باعتبار المجموع الكلي، لا إشكال في ذلك. إن البخاري شرطه كذا وكذا وكذا، وتقول عند تفصيل شروط البخاري الشرط الأول كذا والثاني كذا، لا إشكال في هذا. قل ما هو الصحيح لديكم في مسألة الأمر بالأداء؟ هل هو الأمر بالقضاء؟ جميل. على كل حال بعض يسأل عن الحديث، وبعض يسأل عن الأصول، وبعض عن الفقه، ولكن أجمل من ذلك أن نجمع بين الكل، لأن محدثا ليس لديه معرفة بالفقه ووصول، ليس هو بمحدث في الحقيقة، وفقيه لا معرفة له بالحديث إن لم يرجع إلى أهل الحديث، ففي فقهه ما فيه. الأمر بالقضاء هل هو أمر بالأداء؟ من المعلوم أنه إذا ورد أمر بفعل شيء، وجدنا أمرا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل شيء موقت بوقت، يبتدي من الوقت الفلاني وينتهي إلى الوقت الفلاني، ثم إن العامل لم يعمل بذلك، خرج الوقت وهو لم يأتي بذلك، هل عليه أن يأتي بذلك أو لا؟ وما هو الدليل إذا قلنا عليه أن يأتي بذلك؟ للأصوليين خلاف في مسألة مشهورة، وهي هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ بمعنى أن ذلك الأمر الذي أمرنا به ووقت لنا بوقت هو أمر حتى بعد ذلك الوقت الذي فات، حتى بعد فوات الوقت. وأنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه المسألة، ولكنني أقول إنني أملك دليلا واضحا يدل على مشروعية الإتيان بذلك الشيء، قد يكون ذلك على الوجوب وقد يكون ذلك على الندب على حسب ذلك المأمور به، هل يقتضي الوجوب أو الندب. وهذا الدليل هو فدين الله أحق بالأداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال فدين الله أحق بالقضاء، فبين بأن دين الله تعالى أحق بالقضاء من دين العباد. ومن المعلوم بأن العبد إذا وقت وقتا لدين عليه لشخص، طبعا كان ذلك في القرض أو في غيره، لأننا نقول بجواز توقيت الوقت للقرض خلافا لكثرة كاثرة من أهل العلم الذين لا يجيزون توقيت الوقت للقرض، نقول لا مانع من ذلك، بل المصلحة تقتضي ذلك. فهم اختلفوا هذا الاختلاف. نعم إذا وقت بوقت مثلا قال له آتيك به في اليوم العاشر من ربيع الأول، فجاء يوم العاشر من ربيع الأول ولم يأتي بالمبالغ التي عليه، هل يقال بأنها سقطت وليس عليه شيء،
لا، لا يقال إنها ساقطة. فإذا دين الله أحق بالقضاء وأحق بالأداء. وهذا على كل حال يؤيد القول، إن أردنا أن نبحث في المسألة الوصولية، يؤيد القول بأن الأمر بالقضاء أو الأمر بالأداء هو أمر بالقضاء. وإن أردنا أن نترك المسألة الوصولية جانبا وقلنا نأخذ بهذا الحديث فلا إشكال، لكن هذا طبعا ليس على إطلاقه. مثلا صلاة الجمعة إذا فات وقتها لا تقضى على أنها جمعة، بل يؤتى بصلاة الظهر، ولكن في الواقع هو نوع قضاء، لأن الأصل في وقت الظهر أنه ينتهي بوقت معين، ووقت الجمعة تنتهي بوقت معين. فإذا فات الوقت لا تصلى جمعة، لكن لابد من تاديتها ظهرا. فهو كما قد يقال بأنه أمر به، وقد يقال بخلاف ذلك، لأنه ليس بالشيء نفسه، ولكن نرجع إلى الأصل. واضح هذا؟ يسأل يقول ما معنى حديث أنت ومالك لأبيك؟ قبل كل شيء، عندما يريد إنسان أو شخص أن يبحث عن معنى دليل من الأدلة، لابد من أن يتثبت من ثبوت ذلك الدليل، وإلا فيسأل أولا عن ثبوت ذلك الدليل وعن معنى ذلك الدليل على تقدير ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ومالك لأبيك ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح عندنا. ولكن مهما كان لا يخفى بأن للأبي حقوقا عظيمة، فعلى الابن أن يعين أباه وأن يواسيه بماله إذا احتاج، بل تجب عليه النفقة إذا كان الأب معوزا ليس لديه مال يكفيه لسد حاجته. وهذا ليس في الأب فقط، بل في الأقارب الذين تجب لهم النفقة. يقول ما هو الصحيح لديكم في مسألة حمل المطلق على المقيد إذا اختلف سببا واتفقا حكما؟ نعم، هذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين. بعض العلماء يقول إنه إذا اتفق الحكم واختلف السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، وبعض العلماء يقول إنه لا يحمل المطلق على المقيد، وبعض العلماء يقول إن كان هنالك جامع فإنه يحمل المطلق على المقيد. من يحفظ ما قاله الإمام نور الدين رحمه الله في هذه المسألة؟ من المهم أن تعتنوا بشمس الأصول للإمام نور الدين رحمه الله، وأن تعتنوا بشرحها أيضا. على كل حال الخلاف موجود في هذه المسألة، ونحن نرجح أنه إذا وجد دليل جامع يجمع بين المطلق والمقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد، وأما إذا لم يوجد دليل يجمع بينهما فلا يحمل المطلق على المقيد. مثلا في القتل، قتل المؤمن خطأ تجب الدية، وأول شيء تجب، وأول ما يجب عتق رقبة مؤمنة مقيدة بالإيمان، فمن أخرج رقبة كافرة فلا يكون ممتثلا باتفاق الأمة لورود هذا النص القرآني الواضح. أما بالنسبة إلى كفارة الظهار،
وإلى كفارة الصيام، أي من وطئ زوجته في نهار رمضان وهما في حضر من دون عذر شرعي، فعق رقبة لم تقيد بالإيمان. فهل نحمل الرقبة التي في الظهار وفي الوطء في رمضان على الرقبة التي في قتل المؤمن خطأ، فنحكم بوجوب أن تكون هذه الرقبة مؤمنة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من اشترط الإيمان من باب حمل المطلق على المقيد، ومنهم من لم يشترط الإيمان فقال تعتق الرقبة ولو كانت كافرة وتجزي بناء على عدم حمل المطلق على المقيد. ونحن عندنا دليل خاص يدل على أنه لا بد من الإيمان، من يأتي به؟ ذكرناه في بعض كتبنا. على كل حال، الحديث أو الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله للمرأة للأمة أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فقيد ذلك العتق بأنها مؤمنة، ولم يأتي دليل يفصل السبب، فإذا يحمل ذلك على العموم. واضح؟ أو أحد يريد أن يناقش أو يسأل أو لم يتضح له الجواب؟ نعم، واقف تريد أن تسأل؟ نعم. ما كان في شيء من لا صيام ولا كفارة ولا أو كان للعموم؟ نقول في كل يحمل على كل شيء، لأن قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. الأصل هذا إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. قل ما هو الراجح لديكم في مسألة الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ هذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين، وليست تحتها مسائل كثيرة، حتى أن بعض أهل العلم جعل الخلاف أمرا بسيطا سهلا، لأنه ليس تحته مسائل تتعلق بهذه المسألة. ولكن على كل حال يمكن أن يوجد بعض المسائل يدخل تحت هذه القضية. الأكثرون ذهبوا إلى أن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، وذهب بعض المالكية إلى أنه أمر بذلك الشيء، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمام السالمي رحمه الله تعالى في شرح الجامع. من يقول في أي حديث أو تحت أي حديث؟ نعم. طيب، رجعوا إليه تحت حديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن شاء الله لديكم أو لدى أكثركم شرح الجامع، ومن الضرورة بمكان أن يكون لديكم شرح الجامع للإمام السالمي رحمه الله تعالى. ارجعوا إلى كلامه عند قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنه رحمه الله تبارك وتعالى ذهب هناك إلى أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وهذا مخالف لما ذهب إليه في طلعة الشمس أو في شمس الأصول وطلعتها، فإنه ذهب في شمس الأصول وفي الشرح في طلعة الشمس إلى أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء. والطريقة أننا إذا وجدنا قولين لمجتهد وعرفنا المتأخر من المتقدم
من القولين أننا نأخذ بالقول المتأخر. ومن المعلوم أن الإمام السالمي رحمه الله ألف شمس الأصول وطلعت الشمس أيضا قبل شرح الجامع بمدة زمنية طويلة، فما ذكره رحمه الله في شرح الجامع هو المعتمد لأنه هو المتأخر وهو الذي يدل عليه الدليل. أيضا الشيخ رحمه الله ذكر في كتاب طلعة الشمس أن علم الأصول يبحث في أمرين اثنين، في الدليل من حيث كونه مثبتا للحكم الشرعي، وفي الحكم الشرعي من حيث كونه ثابتا بالدليل الشرعي. من يحفظ هذا في المتن؟ هل يوجد من يحفظ في المتن ما قاله في المتن؟ ما يستوي ولا واحد هكذا؟ وبحثه نعم حيث الدليل أثبت حكما وحيث الحكم منه ثبت. فإذا هو يبحث في ماذا؟ في الدليل من حيث هو مثبت في الدليل الشرعي، من حيث هو مثبت للحكم الشرعي، وفي الحكم الشرعي من حيث هو ثابت بالدليل الشرعي. واضح؟ هل نحن نبحث عندما نبحث في الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ هل نبحث في مسألة في اللغة أو مسألة في حكم شرعي؟ نبحث لا شك عن مسألة في حكم شرعي. إذن هذا يدل على أن الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء. أرجو أن ترجعوا إلى شرح الجامع. يسأل عن الصفة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في الصلاة فيأتي بالصيغة الإبراهيمية التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا كان في الصلاة يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وكذلك ينبغي له إذا كان في الدعاء. أما إذا كان أن يسرد أحاديث أو يروي بعض الأحكام أو يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى في بعض الأدعية فيختصر، يأتي بصلاة مختصرة لأن هذا المعهود عن العلماء من السابقين واللاحقين. هذه المسألة فيها أقوال كثيرة جدا تزيد على 15 قولا، لكن في الحقيقة هي أقل مما ذكروه، لأن كثيرا من تلك الأقوال فيها ما فيها من النظر بأن تعد أقوالها. لكن الذي ذهب إليه المحققون أنه لا يؤخذ بالثقة ولا ترد هكذا على الإطلاق، بل يحكم على كل حديث بالنظر في رواته ومتنه، أي يحكم على كل حديث بمفرده، لا نقول هكذا مطلقا نأخذ بزيادة الثقة ونقدم تلك الرواية مطلقا، ولا نقول نرد تلك الرواية مطلقا، بل إذا وجدنا حديثا فيه زيادة نظرنا إلى تلك الزيادة ونظرنا إلى ذلك المزيد عليه ونظرنا إلى الأشخاص الذين رووا الحديث.
فقد نقبل ذلك أو لا. وذكرت نصوصا كثيرة من ذلك في كتاب من راجع أو بل في كتابين. نعم هذا وقد شذت لديه المسألة شذت. على كل حال ذكرنا ذلك في الطوفان وذكرنا ذلك أيضا في السيف الحاد. فمن شاء ذلك فليرجع إلى تلك النصوص. تجدون عموما يقال هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، هذا ليس على إطلاقه، ولكن الأصل هكذا أن يؤخذ، لكن نحكم على كل حديث حديث، كل حديث ردنا. ولكن نجد كثيرا من الناس يتسرعون، مثلا مسألة تقديم السعي على الطواف، لو شخص لم يطف راسا فهل له أن يقدم السعي؟ للعلماء في ذلك أقوال حوالي خمسة، للفقهاء لهم خمسة أقوال في ذلك، والراجح بأنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف إلا إذا كان قد طاف طوافا للقدوم. أما المتمتع فليس له أن يقدم السعي على الطواف لا في العمرة ولا في الحج. وأما القارن والمفرد فإن كانا طافا للقدوم فيمكن لهما تقديم السعي أو لا يمكن؟ نقول نعم، إذا وصل إلى مكة المكرمة يمكن أن يطوفا وأن يسعيا، وبعد ذلك بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمار والذبح بالنسبة للقارن يأتي ويطوف وقد سعى من قبل. رويت رواية بأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيت وسعيت قبل أن أطوف، فقال سعى ولا حرج. هل هذه الرواية صحيحة؟ بعضهم نظر إلى ظاهر إسنادها فقال بصحتها، وخالف الجمهور الأعظم من الأمة فقال بجواز تقديم السعي على الطواف. والحق أن هذه الرواية لم تثبت، لأن ذلك الراوي خالف 13 راويا أو أكثر، لم يروا هذه الرواية أو لم يروا هذه الزيادة، فلا يمكن أن يتفرد هذا الشخص بحفظ هذه الرواية عن أولئك جميعا ويقال بثبوت ذلك. نعم جاء عند الطبراني ذلك، جاءت رواية عند الطبراني رويت من طريق هذا الراوي وطريق راوي آخر وفيها هذه الزيادة، فهل يقال بأنهم قد توبع؟ بعض الناس يستعجل ويقول لم ينفرد هذا الراوي بهذه الرواية بل تابعه فلان عند الطبراني. ولكن في هذا الكلام نظر، ذلك أن كثيرا من علماء الحديث عندما يروون رواية عن راويين أو أكثر يسوقون لفظ واحد من الرواة، يظن الناظر بأن هذا اللفظ لأولئك جميعا، وفي الحقيقة اللفظ لواحد منهم وهم تابعوه على أصل الحديث، ولكن قد توجد زيادة لم يروها أولئك الرواة. واضح؟ تلك الزيادة لم يروها أولئك الرواة إلا إذا نص ذلك العالم بأن هذا اللفظ لهم جميعا، قال ولفظهم جميعا كذا، فها هنا نقول بأن ذلك الراوي قد توبع وأن هذا اللفظ لهؤلاء الرواة جميعا. وهذا أمر ينبغي
أن يتفطن له طلبة العلم، فإن كثيرا من أهل العلم فضلا عن غيرهم قد لا يتفطنون لذلك، ويقع خطأ في الحكم الشرعي. فهذه الرواية لا قيمة لها، وبيان ذلك في الفتاوى الحديثية ولعله يصدر قريبا إن شاء الله. على كل حال يقول هو هذا السائل الحديث التي جاءت في نوع حجة النبي صلى الله عليه وسلم مضطربة، في ظاهر الأمر هكذا، ولكن عند التمحيص الاضطراب بحمد الله الملك الوهاب. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو جامع بين العمرة والحج، وهو المعروف بالقران، كان قارنا بين الحج والعمرة من أول أمره. وذهب بعضهم بأنه أفرد أولا الحج، وهذا تقتضيه بعض الروايات. ولكن إذا نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند المسجد ولب بالحج والعمرة معه، فمتى أفرد؟ فهو صلى الله عليه وسلم حج قارنا وواصل ذلك حتى انتهى من حجته. وهذا ناخذ بالترجيح فيه، نرجح أحاديث القران على الأحاديث التي رويت في غيره، وفي بعض الأحاديث نعمل الجمع فنضطرب. نعم، إذا كان السائل لديه شيء لم يفهمه. نعم، فإذا كان قارنا من أول الأمر. يسأل عن السعي في التوسعة الجديدة، وهل نعم السعي في التوسعة الجديدة لا بأس به، وقد سعينا فيه والحمد لله عند ما ذهبنا للعمرة، ولا دليل يمنع من ذلك. لا، على كل حال هذا صلاح أمتي في 12 رجلا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ إيش هذه الكلمة؟ هل هناك سنة تشريعية وأخرى بشرية؟ وما الفرق بينهما؟ هناك أمور قبلية تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس، ينام ويقعد ويمشي وهكذا، هذه كل شخص لابد له من ذلك. أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فكلها أمور تشريعية علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقتضي الوجوب أو الحرمة أو الإباحة أو الندب أو الكراهة، هذا أمر شرعي لابد من الاتيان بالواجب، ولا بد من اجتناب الحرام، وينبغي للإنسان ألا يفرط في المندوبات، وينبغي له ألا يقرب المكروهات. لكن يأتي آتي مثلا يقول لك هل أتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عندما وضع 50 راميا على الجبل؟ الآن مثلا إذا قامت حرب بين المسلمين والمشركين نطلب من 50 شخصا أن يقفوا على جبل، هذا لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا في كل وقت، وهو في بدر لم يصنع ذلك.
وفي الخندق وفي الغزوات الأخرى لم يصنع ذلك. هذا كلام جهلة هؤلاء الذين يتكلمون بعقولهم ويريدون أن يهدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفانا الله شرهم. يقول هل يجوز التأمين على الصحة؟ الذي الله تبارك وتعالى الذي يقدر، الله سبحانه وتعالى يؤمن الصحة. أما أن نؤمن الصحة بحيث أنه إذا أصيب بمرض كذا يعطى كذا من التأمين أو لا، فهذا ليس بشيء، لا يصح. هل صحيح أو يوجد قول بأنه يجوز الزراعة في المقابر؟ لا، في المقابر ينبغي أن تحترم، بل يجب أن تحترم. أن توقف هنا، الوقت ساعة ولا كم؟ نعم توقف هنا خالد. يقول هل يجوز للإنسان أن يوزع التركة على ورثته قبل أن يموت إذا خاف أن يختلف بعد موته؟ من حيث الجواز نعم يجوز له ذلك، لكن أخشى أن يوزع ذلك ثم يكون هو عالة عليهم. فلماذا ذلك؟ كيف يختلفون؟ هنالك حكم شرعي والحمد لله، لأن قد يبقي لنفسه شيئا يظن أنه يكفيه ويمتد به العمر. ثم أيضا بعد لا يدري الإنسان من يموت من الورثة قبل، فقد يموت بعض الذين يظن أنهم ورثة ويكون هو الوارث، لا داعي لتقديم ذلك. هذا ما أعرف أقرأ بكل صراحة. نقول هذا الأخير، هل يجوز العقوبة بأداء عبادة نافلة معينة كأن يؤجر المدرس أو الشيخ الطالب، يؤجر بالطالب إذا لم يلتزم بما أمر به أن يصلي عددا معينا من الركعات؟ لا لا لا، العبادة لله تبارك وتعالى ليست بالعقوبات، كل شيء خارج من القلب. يقول ما قولكم في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه؟ نعم، من كان عن ذات الشيء أو كان عن صفة لازمة لذلك الشيء لا تنفك عنه، أما إذا كان صفة تنفك عن ذلك المنهي فلا يدل على ذلك. هذا يقول قرأ في تحذير المسلمين من مسند الربيع لخالد بن عبد الرحمن وخرج بخلاصة. هذا على كل حال يقول منها أولا جهالة ضمام، من قال له بأن ضمام رضي الله عنه مجهول؟ من قال له؟ هل هو الذي يحكم بالجهالة وبالعدالة ولا يقبل من غيره تعديل ولا تجريح؟ هؤلاء الناس اقتصروا على كتبهم فقط، فإذا وجدوا في كتبهم بأن فلانا ثقة أو بأن فلانا ضعيف أو بأن فلانا كذا أخذوا ذلك ولا يلتفتون إلى كتب غيرهم. فمن ذا الذي يقول بأنه مجهول؟ هو ثقة عدل بحمد الله تبارك وتعالى، ولا نلتفت إلى هذا الرجل. بلاغات، يقول مرويات الربيع بلاغات ومنقطعات، وهل هذا خاص بالربيع رحمه الله
ألم يكن في الموطة مثلا وهو عهده قريب من عهد الربيع، كان في وقت واحد فيه بلاغات وفيه أحاديث منقطعة وفيه من هذا القبيل؟ على كل حال في كتب الحديث كثير من هذا أحاديث منقطعة، حتى في صحيح مسلم أحاديث منقطعة. أما بالنسبة إلى كلامه في وعلى كل حال المسند هو الأول والثاني من الكتاب الجامع، أما تلك زيادات وليست من صلب المسند نفسه، وهذا الكلام يحتاج إلى وقت، لكن بإمكانكم أن تنظروا في كتابنا الربيع ابن حبيب. يقول يسأل ما صحة ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال إذا تنجس إناء أحدكم فليغسله 3 مرات؟ لا، هذا ليس بصحيح. بعض العلماء مثلا يقول بالثلاث، لكن لا يحتاج إلى التثليث، بمجرد زوال عين النجاسة يكفي، إذا زالت النجاسة يكفي سواء كان ذلك بمرة أو بأكثر، إلا في الكلب لابد من التسبيع وأن تكون واحدة بالتراب، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال إذا ثبت عن ابن الزبير وابن عباس أو لم يثبت أنهما أمرا بنزح زمزم من زنجي مات فيها، ثبت ذلك أم لم يثبت ليس بحجة، لأن الحجة هي في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البينة العادلة حق من اليمين الفاجرة، هذا ليس بحديث. على كل حال فيما أحسن نتوقف هنا. أذيع بذكر المنافق تعرفه الناس، على كل حال هذا ليس بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المنافق إن كان ضرره يتعدى إلى المسلمين فلابد من التحذير من شره، فقد يكون لسان فاسقا في نفسه ولا يضر أحدا، يضر نفسه، فعلينا أن ننصحه وأن نوجهه إلى الخير وأن نرشده إلى الصواب وأن نعلمه ما جهله أو تجاهله. أما إذا كان شره يتعدى إلى غيره فلابد من التحذير من شره، أما مجرد إذاعة فلان فاسق وفلان ضال وليست هنالك فائدة لا ضرر من هذا الشخص فينبغي ترك ذلك وعدم الاعتناء به. لو كان من يحفظ البيت، على كل حال فلا فائدة من ذلك، بل الضرر يكون على الإنسان، فعلى الإنسان أن يطهر لسانه من ذكر، لو كان الاعتقاد موقوفا على ذكر المضلين إذا تطول وامتلأت مجلدات العلم بالسب والشتم لأهل الظلم، هيهات ليس ذاك عندنا بشيء بل ذكره يعرف عندنا بغي. قال لو كان الاعتقاد موقوفا على ذكر المضلين إذا تطول وامتلأت مجلدات العلم بالسب والشتم لأهل الظلم، هيهات ليس ذاك عندنا بشيء بل فعله يعرف عندنا بغي. فلا ينبغي للإنسان أن يذكر في مجلسه فلان ضال وفلان عمل كذا وفلان صنع كذا وإلى غير ذلك،
بل ينبغي له أن يرشد الناس إلى الخير. لكن إذا علم عن شخص مثلا هذا الشخص يتظاهر بأنه من أهل العلم فيذهب إليه طلبة العلم ويضر بهم يفسدهم يذهب إلى ذلك صحوا ويوجهه إلى الحق، فإن لم يقبل ويرجع إلى الصواب فها هنا يحذر من شره، لأنه لابد ها هنا من التحذير. نتوقف ها هنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم. على كل حال حديثنا عديدة كثيرة، ومنها في أحاديث هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، أعذروني عن الإجابة، يكفي هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. على كل حال النصيحة هي تقوى الله، إذا اتقى الله الإنسان ذلت له الصعاب، فعليكم بتقوى الله تبارك وتعالى في كل دقيقة وجليلة، في كل شيء أمر من الأمور. فالصحابة رضي الله تعالى رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يذكر أنس عن بعض الناس بأنهم يعملون أعمالا يظنونها دقيقة بسيطة سهلة، لكن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعدونها من الموبقات. فالإنسان لا يقدم رجلا ولا يؤخر رجلا إلا وهو يعلم أن هذا الأمر جائز أو واجب أو محظور عليه، فإن عمل بهذا هانت له الأمور وسهل عليه العلم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال العلم هو أفضل الأعمال بعد فرائض الله تبارك وتعالى، وليس معنى ذلك طبعا أن يتهاون الإنسان بالنوافل فلا يصوم شيئا من النوافل ولا يصلي شيئا من النوافل، طالب هذا ليس من شأن طالب العلم، إنما الكلام في أهمية هذا وهذا. فعليكم بطلب العلم النافع، وأهم شيء أن تحسنوا النية. ترى الشخصين يقفان في صف واحد في الصلاة أو في الجهاد أو في طلب العلم، وأحدهما في أعلى الدرجات والآخر أسفل أسفلين، وما ذلك إلا بالنية، صلاح نية ذاك الأول وطلاح ذلك. ترى الشخصين في الجهاد، هذا يقاتل وهذا يقاتل، بل قد يكون هذا أقوى في القتال، ولكنه ما طلبه لله تبارك وتعالى، وإنما من أجل أن يقال بأن فلان شجاع أو يحارب من أجل قبيلته أو من أجل كذا، فإذا صلاح النية لابد منه، فعليكم بذلك، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. والله تبارك وتعالى نسأله أن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يفهمنا ما لم نفهم، وأن يأخذ بأيدينا لما يحبه تعالى ويرضاه، وشكرا لكم.